متى قال صلى الله عليه وسلم لصاحبه لا تحزن إن الله معنا؟ قالوا جالسين في سمر، قالوا يعني تحت ما شاء الله في حديقة خضراء، تدرون أن هذا هو أحرج وأخوف وأقلق موقف مر بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذا تصور معي، انتقل بذهنك، سامحك الله وغفر الله لك ورضي عنك وعن والديك، انتقل معي لحظة، هذه اللحظة قال صلى الله عليه وسلم 50 سيفا محلق أبغار ثور تريد قتله صلى الله عليه وسلم، 50 شاب من كفار قرش فدائيين انتحاريين يريدون كما يقول الطنطاوي ارتكاب أعظم جريمة في التاريخ، أكبر جريمة في التاريخ أن يقتل رسول الله عليه وسلم. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم عنده حرس، وكان عنده خويا طبعا سعد بن أبي وقاص معه الدرقة ومعه رمح، قبل ما تنزل عليه الآية تعرض صلى الله عليه وسلم 11 محاولة اغتيال ونجه الله، فأنزل الله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، يقول لك علينا ما يقتلك أحد لكن بلغ الرسالة. فخرج على الصحابة وإذا الحرس موجودين، سعد بن أبي وقاص هذا قائد الإسلام صاحب القادسية الذي مرغ أنوف فارس المجوس في التراب، وقيس بن سعد مترس، وفلان من الصحابة قال صلى الله عليه وسلم اذهبوا اذهبوا يعني روحوا بيتكم خذوا راحتكم، إن الله عصمني ومنعني من الناس والله يعصمك من الناس.